بالذات وبيلقيها خبراء متعددين من جامعة عين شمس. الموضوع الثاني موضوع التحول الرقمي اللي اصبح اسلوب حياه وليس خيار في كل حاجه، فانتوا هتلاقوا ان قطاع تعليم الطلاب ركز على الموضوع ده، هو وتعين باركود لكل نشاط علشان ما نستخدمش ورق او نقلل على الاقل استخدام الورق ويذاكر. وحتى الورق المستخدم لو انتوا خدتوا جوله هتلاقوا الورق اللي هو ريسايكلد او اللي طالع من اعاده التدوير من المخلفات، وده عندنا بروتوتايب حلو قوي ادعوكم تشوفوه في كليه البيئه بيطلع هذا المنتج، وقررنا ان ده يغذي كل النشاطات على مستوى الجامعه، وهنعمل منه كذا نسخه في كذا كليه عشان يطلع الورق اللي هو بعد التدوير، وده يصب كله في البيئه والحفاظ على البيئه والتحول الاخضر اللي هو سلوجان لانشر. احنا عندنا حاجه اسمها مشروع مهم قوي اسمه شمس بي جرين، وهو التحول الاخضر لجامعه عين شمس اللي بدا بالفعل، مش بنقول لسه هنبدا، احنا بدانا وعملنا الموقع اللي انتم فيه ده خير دليل على كده. الحرم 2 بيبدا ان شاء الله هذا الشهر. لو رحتوا اي كليه، رحتوا المستشفيات، لو رحتوا كليه هندسه، لو رحتوا كليه زراعه، هتلاقوا موضوع التحول الاخضر مع التحول الرقمي اللي هو جامعه خضراء ذكيه مش مجرد قول او عنوان، هو فعل وممارسه يوميه فعلا عايزين نغرزها في الرباط، مش بس في الفصول والمدرجات ولكن كمان في يعني الموقع العام للجامعة في كل ما حصل فيها من تطوير، زي ما شفت النماذج صغيرة من المعارض سواء في فنون تشكيلية أو بعد شوية كمان يبقى فيها شوية موسيقى وخلافه. مؤمنين في جامعة عين شمس إن احنا بنعد الطالب علميا وتدريبيا ودراسيا، ولكن بنفس درجة الأهمية الأنشطة اللي انتم شايفينها دي مهمة جدا، ان يكون في دائما نشاط فني ورياضي ماشي بالتوازي مع العملية التعليمية والبحثية والتدريبية وخلافه. النهاردة لو انتم مريتوا هتلاقوا في مركزين على حاجتين، طبعا مركزين على كل حاجة كالعادة، ان هما موضوعين، موضوع التغير المناخ وتأثيره على كل المناحي وفي كل المجالات، توعية للطلبة لان هو ده الجيل ويمكن الجيل اللي بعده اللي هيتأثر اكتر بتأثيرات التغير المناخي من جيلنا مثلا، لان احنا بنتكلم على التغيرات هتيجي في 2040 و2050 وما بعد، فلازم يكونوا على دراية تامة بكل المخاوف وبكل الفرص والتحديات اللي فيه. وعشان كده عملنا المحاضرة الافتتاحية في جميع الكليات النهاردة وعلى مدار اليومين القادمين على هذا الموضوع بالذات.